من هذا السوشيال ميديا في الأسبوع الماضي وهو اللاعب الجزائري رياض محرز. رياض محرز كلنا اتفاجئنا إن على الحساب الشخصي لي على الفيسبوك خبر نزل وكان محتوى هتشوفوا قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي. هو كان بيتكلم على أنه نظراً لظروف صحية أن رياض محرز مش هيقدر أنه يكمل كرة القدم وبالتالي هيعتزل ومش هيكون موجود مع نادي ليستر سيتي. ده قدام حضراتكم اللي حصل بالظبط، أن صفحة رياض محرز على الفيسبوك اتكلم فيها وقال طبعاً بعد السنين أو بعد مسيرة طيبة ليا في عالم كرة القدم وبعد ما تم عرضي على أكتر من دكتور أن أنا قرر او هو رياض محرز قرر ان هو هيبتعد عن عالم كرة القدم لاسباب مرضية وبالتالي محدش فهم حاجة. يعني بعديها كل المواقع السوشيال ميديا تناولت الخبر ومحدش نفى، لكن بعديها بيوم رياض محرز او نادي ليستر سيتي هو اللي بينفي الخبر ده وبيقول ان كان في هاكرز على صفحة رياض محرز وبالتالي هم اللي كتبوا الخبر ده. لكن الغريب ان رياض محرز ما نفاش اي حاجة، ما طلعش اتكلم وقال اي حاجة بتخص الخبر ده. عشان كده هنروح بسرعة للأستاذ سمير بشير صحفي في جريدة الهداف الجزائرية عشان يقول لنا ايه اخر اخبار رياض محرز. استاذ سمير برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي. يا مرحبا اخي وتحيه اليك اخ عمر ولكل مشاهدي قناه الاهلي ولكل انصار الاهلي في كل الوطن العربي. استاذ سمير طبعا في البدايه حضرتك اكيد سمعتنا بنتكلم على رياض محرز، عايزين نعرف ايه اللي حصل؟ ليه رياض محرز خبر نزل ان هو هيبتعد عن عالم كره القدم وانه ما طلعش نفى؟ يعني هو النادي اللي نفى الخبر اللي نزل على صفحته وهو بالتالي لم يعني يصنع اي شيء او حتى على تويتر على الانستجرام على الفيسبوك ما قالش بعد كده ان هو كان في هاكرز على صفحته على الفيسبوك. هي بدايه القصه كانت سهره الاربعاء الى الخميس تقريبا في منتصف الليل اين تم عرض الخبر يعني على صفحه رياض محرز بانه مريض وكذا القصه التي كنت قد تركتها. القصه في تلك اللحظات يعني تقريبا كانت بعد منتصف الليل بالجزائر، يعني القضيه وفي الوطن العربي يعني تقريبا كان تقدم ساعه الى ساعتين، يعني لم يكن تعامل كبير معها، يعني التعامل الاكبر كان صبيحه الخميس يعني بعد ان طلع الجميع على هذا الخبر. تم نقل الخبر بتحفظ، يعني كل وسائل الاعلام الجزائريه وحتى المواقع في الجزائر تحدث خصوصا نقلت الخبر مع وجود تحفظ وعمى امكانيه ان الصفحه قد تعرضت للقرصنه، لانه كان خبر بدون سابق انذار. في الامسيه نفسها كانت قد نفس الصفحه قد نقلت خبرا اخرا شتمت من خلاله وزيره الاتصال والبريد والمواصلات الجزائريه، وهو يعني هنا يعني وتحدثها يعني ببعض الالفاظ النابيه. هنا تاكد الجميع في الجزائر انه الصفحه تعرضت للقرصنه، لانه ما جاء في 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 البيان الجديد الذي مس الوزيره كان تحدي عن 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 قرصنه وهل بامكانكم ان تجدونه، يعني يتحداهم في ايجاد الشخص الذي قرصنه. هنا الجميع في الجزائر اقتنع انه الصفحه مقرصنه من الجزائر لان التحدي كان لوزيره الجزائريه. في الامسيه نفسها فريق ليستر سيتي قام باصدار بيان عبر موقعه الرسمي تحدث فيه ان الصفحه تعرضت الى القرصنه وان اللاعب لا يعاني من اي اصابه ومرض وكل شيء. اليوم فيه اشياء جديده، هو انه اللاعب تحدث في تصريحات يعني للموقع الرسمي ولبعض وسائل الاعلام الانجليزيه انه الصفحه تعرضت للقرصنه وانه غير زعلان من الاشخاص الذين قاموا بهذا الفعل، لانه يوجد اشخاص يعانون من الفراغ هكذا سماه، ويعانون من الفراغ في حياتهم ولا يقوم ويقومون بالناس بالاساءه للناس من خلال القيام بهذه الاعمال. نظن انه في الجزائر بصفه يعني عامه انه الجميع اقتنع مباشره بعد ان كان بيان ثاني في نفس الصفحه شتم الوزير، الجميع اقتنع انه فيه قرصنه رسميه للصفحه. استاذ سمير هل تعتقد ان في مشاكل لرياض محرز مع فريق ليستر سيتي بعد ما ليستر سيتي رفض العرض الكبير اللي كان مقدم من مانشستر سيتي بالانتقال اليه وان رياض ندمان على عدم انتقاله لمانشستر سيتي؟
هي ليست قضية اعتقاد، هي قضية مؤكدة، قضية مؤكدة أنه أنه رياض محرز ندمان أنه جدد عقده في سنة 2016، يعني جدد عقده بطريقة غير مشروطة ولم يضع شرط جزائي، مما جعل فريق ليستر سيتي في فترتين يعني انتقاليتين، الصيفية ثم الشتوية، يحرمه من التنقل يعني لفرق كبيرة. الأكيد هذا موجود، ويقال يعني في المدة الأخيرة أنه في فترة التحويلات الأخيرة يعني الشتوية أنه اتفق مع إدارة ليستر سيتي ألا أن تكون 6 أشهر يعني من إياب الموسم الحالي هي الأخيرة له، وأنه نادم جدا على الطريقة التي جدد بها العقد، يعني تفاوض في 2016 لما مدد عقده كان قد تفاوض من موقع ضعف كما يقال، ولم يضع شروطا أو شرطا جزائيا يسمح له بالذهاب إلى فريق كبير عندما يطلب خدمات. هل تعتقد أن ده آخر موسم لرياض محرز مع ليستر سيتي، وأنه ممكن بشكل كبير ينتقل من فريق ليستر، ولا رياض محرز مكمل مع ليستر والدوري الإنجليزي؟ أظن أنه في المستوى الحالي يعني تقريبا بمعطيات الشهر الحالي أظن أنه رياض محرز سيكون له هذا الأشهر الثلاثة هي الأخيرة له مع ليستر سيتي، ولكن توجد عامل آخر أنه رياض محرز والفريق الجزائري لن يلعب مع الفريق الجزائري كأس العالم يعني بروسيا، وأكيد أنه فترة التحويلات الصيفية يعني في شهري 7 و8 من سنة 2018 ستكون تحت تأثير ما يجري في المونديال بصفة خاصة. يعني بمعطيات اليوم الذي نتحدث فيه نقول أنه رياض محرز سيغادر في نهاية الموسم، ولكن بمعطيات ما بعد المونديال وعدم مشاركة رياض محرز فيه لا ندري ماذا سيكون، يعني ما هي المعطيات التي سنكون عليها في شهري 7 و8 من هذه السنة. أستاذ سمير بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناة النادي الأهلي، وبالتالي عرفنا من حضرتك الجديد وكل ما يخص رياض محرز والأزمة اللي شفناها على الفيسبوك ما بين رياض محرز ونادي ليستر سيتي. بالمناسبة كان في كلام كالعدم على انتقال رياض محرز لفريق روما بداية من الموسم المقبل، عارفين ان كان في كلام قبل كده على رياض محرز بالانتقال الى روما، ونفس السيناريو حصل ان فريق ليستر رفض العرض المالي من فريق روما. يعني عايز اقول لكم على معلومه مهمه جدا، ان فريق ليستر سيتي لما رفض عرض مانشستر سيتي ده كان مسج واضحه وصريحه، مع ان المبلغ كان عالي جدا، انه مش عايز اي لاعب من عنده ينتقل لنادي يكون في نفس الدوري. لما انتقل كانتي لنادي تشيلسي كان بالشرط الجزائي، لكن رياض محرز زي ما استاذ سمير اتكلم وقال ان جدد عقده في 2016 بدون وضع اي شروط جزائيه، فبالتالي كانت خطوه يعني غريبه جدا من رياض محرز ان يتم تجديد عقده مع ليستر سيتي بدون وضع اي شرط جزائي، فده اللي مأزم علاقه رياض محرز ونادي ليستر سيتي في الدوري الانجليزي. ما فيش شك ان رياض محرز واحد من أنجح وأبرز اللعيبة اللي موجودين في أفريقيا وفي الدوري الإنجليزي وكمان اللعيبة العرب. أكيد هنروح بقى للفقرة المحببة لحضراتكم واللي